يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا اثنين طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة العظمى 36 والصغرى 25، اسكندرية 32-25، مطروح 31-23، بورسعيد 31-27، اسماعيلية 36-26، السويس 37-25، العريش 32-25، طابة 36-25، شرم الشيخ 40-31، الغردقة 39-29، الأقصر 43-27، أسوان 45-27، الوادي الجديد 42-27، شلاتين 40-27، وأخيرا حلايب 36-26. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.